هنا أونلايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بمهام القائم بأعمال رئيس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل من رحلته العلاجية بألمانيا. اتفقت قوى المعارضة السورية عقب اجتماعها بالعاصمة السعودية الرياض على إرسال وفد موحد إلى محادثات جنيف المقرر إقامتها الأسبوع المقبل برعاية الأمم المتحدة. في سياق متصل، قال فاليري غرازيموف رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الروسي أن بلاده تعتزم تقليص قواتها في سوريا بحلول نهاية العام الجاري. يؤدي اليوم الجمعة في العاصمة هراري إميرسون مرانغاغوا اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي خلفا لروبرت موغابي الذي كان قد تقدم باستقالته عندما بدأ البرلمان إجراءات عزله. قال متحدث باسم البحرية الأرجنتينية أن انفجارا تسبب في فقدان الغواصة العسكرية سان خوان وذلك في 15 من نوفمبر الجاري على متنها 44 شخصا. قال متحدث باسم الانتربول الدولي انه تمكن من انقاذ اكثر من 500 شخص من ضحايا الاتجار بالبشر، نصفهم تقريبا من القاصرين اثر عملية موسعة في العديد من دول غرب افريقيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.